عمل الثورة السورية. أخي علي، السلام عليكم، صباحك حرية. السلام عليكم وشكرا لقناة سوريا الشعب. حياكم الله. أخي علي، نحن اليوم في يوم الاثنين، وسموه الشهداء وسموه الثوار والنشطاء اثنين الوفاء لدوما، لماذا دوما؟ بداية نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله الشفاء للجرحى. دوما الجريحة أكثر من مرة اجتاحتها القوات الاحتلال الأسدي، قطعتها دوما من أكثر مدن ريف دمشق حقيقة التي قدمت شهداء ومعتقلين، حتى أطباء دوما لم يسلموا من عمليات الاعتقال، ومن أكثر مدن ريف دمشق تقريبا لأطفال. أطفال دوما هم من أكثر أطفال مدن ريف دمشق شهداء. فدوما الأبية الحرة لابد من وقفة شكر لهذه المدينة الصامدة التي ما زالت تنتهك حرماتها وتغتصب يعني أعراضها. هذه المدينة التي وقفت شوكة في حلق النظام لابد من وقفة أبية وحقيقية، لأنها أكثر مدينة حقيقة في ريف دمشق قدمت شهداء من الأطفال والرجال والنساء، ومن أكثر المدن الصامدة خروجا للمظاهرات. نعم. وكعادتها أخي علي، دوما ها هي ومنذ الصباح الباكر تلبي نداء الثورة والثوار، دوما الآن تخرج، ما الجديد في دوما اليوم؟ نعم، دوما تخرج، خرجت وتخرج ودائما تخرج. يعني دوما هذا أمر يعني روتيني، خروج مظاهرات في دوما أصبح يعني عادة للسكان، هدف للسكان. جميع سكان دوما كتلة واحدة متكاتفين أمامهم، يضعون نصف أعينهم هدف معين محدد هو إسقاط النظام. نعم. أخي علي، بالأمس جاء قرار جامعة الدول العربية بدعوة أنتم كهيئة عامة، ماذا تقولون؟ يعني الشارع مطلوبه واضح، بعد مقتل أكثر من 300 شهيد بينهم حوالي 200 طفل، 220 امرأة، حرمات تداس، أعراض تنتهك، كيف سأجلس أنا على طاولة واحدة مع قاتل أو مع مندوب قاتل؟ مندوب قاتل هو يعتبر شريك للقاتل. هذا أمر مستحيل، مرفوض من قبل الشارع السوري. أي شخص يتحاور مع هذا النظام يعتبر شريك، يعطيه مشروعية. الشارع سحب المشروعية من هذا النظام. نحن الآن أمام حالة عدم وجود لهذا النظام. لا يوجد شيء اسمه في نظر الشارع اسمه بشار الأسد. لا يوجد شيء اسمه نظام سوري. النظام السوري فقد شرعيته فقط منذ أول قطرة دم قتل فيها إخواننا في درعا وانتهت أعراضهم، سقطت مشروعية النظام وذهب النظام. نعم. النظام الآن لا شرعي، كيف أتحاور مع شيء أنا أسقطه شرعية؟ هذا أمر أن تعيدني إلى الوراء. يعني قبل 15/3 ما في مشكلة. نعم. أما بعد 15/3 قتل الشهداء وأنا أحب فقط أن أعطيك أخبار الساعة 9 عندما كان يوسف الأحمد. نعم. يتحدث إلى 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 الجامعة العربية. يوسف الأحمد هو من قرداحة. نعم. فقط يعني حتى للتوضيح. نعم. ممكن اتصل بالقرية عندهم، لا يوجد شيء، ولكن سوري في أثناء حديثه استشهد قتل قوات الأمن قتل الزاهر محمود برمان في الزبداني، وهو يتحدث الساعة وصلنا الخبر بالمكتب الإعلامي الساعة 9:45 تحديدا استشهاد بسبب إطلاق النار على المظاهرة في الزبداني واعتقال لإخواتنا الحرائر في الزبداني وعشرات المعتقلين في الزبدان. تلبيسة أيضا سقط في تلبيسة كان في إطلاقنا في الحواجز الشمالية وسط المدينة، وهو يتحدث هذا وهو يقول نحن مسيرة كلامه كله كذب في كذب. نعم. الجامعة العربية تعلم أن هذا الشخص يكذب والنظام يكذب والدليل أنه ما انتهى من حوار حتى كانت حمص على على, نعم. على, نعم. على 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 تستقبل 10 شهداء، اثنين شهيدين، الزبداني شهيد ودير الدور شهيد. الناطق باسم الهيئة. حديثة فقط 8 شهداء في حمص واثنين في إدلب وواحد في الزبداني، 8 شهداء وهو يتكلم في هذه الفترة. نعم. وهو يتحدث. نعم. بعد ما خلص حديثه ارتفع عدد الشهداء
اصبح 14 شهيد في هذا اليوم الذي تحدث فيه. انا اتذكر اخوه المشاهدين ان يوم الاربعاء باختصار لو سمحت اخي علي في سوريا فيه فقط 85 شهيد. اجلت زياره اليوم السبت، يوم السبت فقط 35 شهيد. هذا هو رد النظام على حوار او مبادرات. الناطق باسم الهيئه العامه للثوره السوريه علي حسن، كنت معنا من دمشق، شكرا على انضمامك الينا. ومن دمشق الفيحاء ننتقل